سيدي لن يسمح للإسلاميين بالحكم. وحدث في أوروبا في يوم من الأيام، الأوروبيون وأمريكا انقلبوا على رئيس أوروبي منتخب أو زعيم أوروبي منتخب، ألا وهو يورغ هايدر في النمسا. نعم. لأنه متطرف وشالوه، عملوها في النمسا في أوروبا في قلب الديمقراطيات، فمن حقهم أن يعملوها في العالم العربي. يقول لك هؤلاء، نحن لسنا بحاجة أن نحكم القرن 21 بعقلية القرن الرابع. أليس من حق الشعوب أن تقول كذا؟ طيب مصلحة مصر وين؟ طيب مصلحة بصر مصر بصر وين الآن؟ مصلحة مصر بأن يكون حاكم معزول وكل محاصره؟ انظر الآن كيف تتدفق الأموال على مصر، وكيف مصر تنفتح، وكيف البورصة. نحن نريد، الشعب المصري يقول لك أنا مصلحتي أهم من كل الدنيا. صحيح. أهم صحيح. من مرسي. طيب. وأهم من الإخوان المسلمين وأهم منك. مزبوط. كيف ترد؟ الشعب المصري على رأسي. إيه؟ لا أنكر ذلك. شوف دكتور، يعني طبعا سيل الأكاذيب والمغالطات اللي ساقها شيء رهيب جدا. إيه؟ الذي استدعى الخارج والذي يجب أن يحاكم بتهم الخيانة العظمى هو أحمد الزند، الذي قال بالنص في 22 أبريل 2013 في مسجل قدامه مليون ميكروفون أن على أمريكا أن تأتي وتتحمل مسؤوليتها في مصر، وأنه إذا كان الرئيس يدري فهي مصيبة، لا يدري تلك مصيبة أكبر. الذي يجب أن يحاسب تهمة الخيانة البرادع في لقائه مع نيويورك تايمز بعد الانقلاب، عندما قال أنني سعيت لدى الغرب واتصلت فيهم حتى نزيل مرسي بالقوة. هو يعني بروح للغرب لأعداء خارجيين، لجهات خارجية أجنبية لاستقواء بهم على مصر. تتساءل عن الشرعية الشعبية دكتور فيصل، كيف تقيس الشرعية؟ أي شرعية في الدنيا كيف تقيسها؟ تقيسها بالمتر، أي شارع أكبر من الثاني ولا بالهليكوبتر بيصور؟ مش لازم يكون في آليات، الآليات هي صناديق الاقتراع. أيضا حتى لو قسناها بالمتر بالشعبية، هم اللي طلعوا في يوم 30/6 كانوا 3 مليون، هذا أنا قلت لك صحيفة الوفد وجبت لك إياها، مقابل 14 مليون مؤيد الدكتور مرسي في 30/6، في 5/7 البي بي سي والسينين تتحدث عن خروج 30 مليون مؤيد للرئيس مرسي، في 7/7 خرج 45 مليون، الصحافة الأجنبية كلها تكلمت عن ذلك، ولذلك كانت مجزرة في ثاني يوم. الذي يستحق أن يعاقب بتهمة الخيانة العظمى هو الذي فعل ما لم يفعله إلا باروخ جولدشتاين عندما قتل الشعب المصري أثناء الصلاة والسجود في صلاة الفجر، حدثت مرتين، الحرم الإبراهيمي وفي دار الحرس الجمهوري، هذا القاتل الخائن. هؤلاء الذين يستحقون الإعدام، هؤلاء الذين يستحقون محاكمة تهمة الخيانة العظمى. يقول لك الإسلام والأخوان الذين يخرجون الآن لتأييد الدكتور مرسي دكتور فيصل ليسوا الإخوان المسلمين، وليسوا المسلمين، هؤلاء ليسوا إخوان مسلمين، وهؤلاء ليسوا إخوان مسلمين، وهؤلاء، وهذا مسيحي مواطن مسيحي وليس صليبي حاقد، وهؤلاء ليسوا إخوان مسلمين، وهؤلاء الذين يحموا الكنيسة في أسيوط بأجسادهم ليسوا متطرفين، هذا يكذب كما يتنفس ويتهم غيره. إذا أخي الكريم دكتور فيصل، إذا كانت الشرعية بالمتر وبالشارع، الإسلاميون ومعهم كل أحرار مصر خرجوا، وأول مبارح كانوا 45 مليون. إذا كانت، جبت لي مثال يورغ هايدر، يورغ هايدر نعم استقال لكن ما عملوش على الانقلاب، ولا طلعوا في الشارع، ولا خربوا، ولا حرقوا، ولا بلطجوا، خرج 45 مليون أول مبارح، حادثة واحدة لم تسجل، لا اغتصاب ولا تحرش. الثورة المباركة اللي بيحكي عنها هذا ميدان التحرش ولم يعد ميدان التحرير، وهذا العالم يتحدث، هذا العالم يتحدث عن 100 حالة تحرش جنسي في ميدان التحرير أصبح عار في جبين مصر 30/6 و8/7 عار في جبين القوات المسلحة إن لم تغسل هذا العار وتأتي بغير هذا السيسي الذي خان، قال أن ليس من عقيدة الجيش أن ينقلب وانقلب، قال بأنه لن يوجه رصاصه للشعب المصري في منشورات ألقاها في 7/7 وأطلق الرصاص على سجد. بقول لك لا مش مزبوط ما تطلقش، هذه صحافة عالمية دكتور فيصل تتحدث من أكثر صحيفة أنهم أطلقوا الرصاص بدم بارد على مصلين ساجدين وبشهادات من الداخل من المراسلين وشهود العيان، يكذبون ويريدون أن نصدق الرواية. الذي صدق بأن هناك رئيس منتخب، أنا قلت لك في 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 عند اليهود الإسرائيليين عندهم بيبي بنيامين نتنياهو، وهلأ طلعوا السيسي حرفين سيسي، الآن صار عندنا طاطا اللي هو مش رئيس مؤقت، طرطور طارق يتحكم فيه المجلس العسكري. هذه كل هذه الأمور أخي الكريم، الشعب المصري الأعزل مش إرهابيين خرج ليقود ثورته، هذا قتل في صلاة الفجر، هذا إرهابي اللي بيحكوا عليه، وهذا إرهابي آخر مع طفله، وهؤلاء هذا الشعب المصري الذي لن يرضى إطلاقا حتى لو ذبحوه إلا أن يبقى في الميادين غصبا عن هؤلاء الحاقدين الانقلابيين، هذا هو القاتل. وهذا الرئيس الطرطور شهادة تخرج بتقدير مقبول أصبح طرطور طارق طاطا زي ما بيقولوا. إذا أخي الكريم الثورة المصرية أنا أردت تقيسها بالشارع، بس خلينا موضوع الإسلاميين، خذوا 45 مليون بدك تقيسها بصندوق الانتخابات والاقتراع، فازوا 6 مرات، هؤلاء فاشلون في كل شيء. تصحيح معلومة، الشعب المصري 95% مسلمين سنة ومش 85 عشان تكون دقيق وواضح، بلاش تزيدوا عددكم زيادة لأنتم أقل من هيك بكثير. طيب مجدي خليل، لو أخذت موضوع تركيا، أنت باحث مرموق وتعرف تاريخ الإسلاميين بشكل جيد، طب